ومن السنة في هاتين الركعتين أن يقرأ فيها بما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد فيها سنتان. السنة الأولى قراءة سورة يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله واحد في الركعة الثانية، وهذه السنة يعني مشهورة معلومة. وهناك سنة ثانية واردة في القراءة في سنة الفجر يغفل عنها كثير من الناس، بل قد لا يعلمها كثير من الناس ولا يعمل بها إلا القليل، وهي قراءة آية البقرة قولوا آمنا بالله في الركعة الأولى، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في الركعة الثانية من سورة آل عمران. فهذه من السنة التي قد لا يعلمها الكثير، والذي يعلمها في الغالب إلا من رحم الله لا يعمل بها. والسنة أن الإنسان ينوع بين هاتين السنتين، أن يقرأ مرة بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ومرة يقرأ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه في الركعة الأولى. في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا من السنة التي ينبغي المسلم أن يطبقها في ركعتي الفجر.